حسان ربحت على التوالي وبالتالي العلامه الكامله للدور الرابع. شنو تقول لنا؟ فاولا بسم الله الرحمن الرحيم، فكما شتي الفريق الخصم اليوم وجا باش يحقق واحد الانتصار اللي يخول ليه باش يمر للدور الثاني بلا انتظر الهزيمه ديالي تاع عباس. فالحمد لله لعبنا الميطه الاولى مزيان والميطه الثانيه وكذلك درنا التغييرات اللي دار المدرب، فالحمد لله استطعنا نحققوا الانتصار الثالث على التوالي والحمد لله. الله يبارك وان شاء الله الماتشات الجايه ان شاء الله يلا بوصف.